السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في الدي وجيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هما جابوا هاد الباساكوخا اللي هي ماركه تاع الدي. ما كاين شي صوره واضحه هنا، خصني نفتح باش تكون الصوره واضحه. فيه اللون الاسود واللون الكري، وكاين حتى هاد الالان تاع التوست بنفس الماركه، الثمن ديالهم 12.99 €. وكاينه هاد الاله كل مره كيجيبوها ليدل والدي اللي كتخرج الهواء باش كطيبو هادي على البخار، كديروا فيها كما ديروا اللحم الحوت الخضروات، الثمن ديالها 19.99 €. وكاينه حتى هادي اللي كتطلع لكم الرغوه هكا تاع الحليب باش ديروا هكا في الكابوتشين ولا تماكياتو. كاين اما هكا او هاد الميزان كيعطي لكم الدرجه نتاع الحراره، الثمن ديالهم 4.99 €. ايوا شوفوا البنات شنو جابوا هادو خاصين تاع الاطفال اللي كيبداو هكا الماكله، اللي هو تاع السيليكون كتحطو في الكرسي نتاع الماكله ديالو. كاين هاد على شكل ارنب، وكاين هاد اللي كنحطوهم في العنق ديالهم، فيهم جوج الوان او ثلاثه. وهادي فيها الفورشيت والملعقه وهاد الزلافه، حتى هما فيهم الالوان كما كتلاحظوا، وحتى على شكل بطه فيها الالوان، كاين بطه وكاين الارنب، اللي الثمن ديالهم 4.99 €. وجابوا حتى هاد الخزانات على ما اظن كانوا جابوه في الاسبوع اللي فات، حيت ما درت لكم هكا الجديد نتاع الدي خاص نتاع الحمامات اللي هما نتاع الخشب، فيهم ثلاثه نتاع الايطاجات. وكاينه حتى هاد الشكل حتى هي فيها ثلاثه، الثمن ديالهم 14.99 €. وراهم جايبين حتى هاد الخرائط نتاع الشاش اللي فيهم ثلاثه من الكبير حتى الصغير، اولا هذوك بحال الحجم ديالهم، هذا اللي كيجي هكا طويل، الثمن ديالهم 7.99 €. وكاينين حتى هاد الاغلفه نتاع الافليشن تاع الساري، الوساده فيها 80 على 80، غلاف فيه 55 على 220 سنتيم. كاين هاد اللون واللون الليلة واللون الكري، الثمن ديالهم 16.99 €. وكاينين حتى هاد المقالب اللي هما صغارين، راهم البنات كيصلحوا حتى الاندوكسيون، حيت بزاف كنت كنقلب على هكا المقالي الصغارين، بحال الا بغيت ندير هكا بغريره صغيوره ما كنتش كنلقى هادو صغارين كيصلحوا الاندوكسيون، ولكن هادو مكتوبه راه هي كتصلح. وحتى في البيض الا بغيتو تقليو البيض، اللي الثمن ديالهم 4.99 €. وكاين حتى هاد المكنسه الكهربائيه، هادي كتشارجا اللي فيها جوج في واحد، حيت هادي كتحيدوها كتولي يدويه، الثمن ديالها 49.99 €. وراهم جابوا حتى هاد البلاستيكه اللي كنديروا هكا في المجوره اولا في البلاكار باش ما غاديش توسخ لينا، فيها اللون الابيض وفيها اللون الكري، الثمن ديالهم 4.99 €. يعني كتقطعوهم على الحجم، حيت فيهم 50 على 150 سنتيم. واما في الملابس جابوا هاد الجاكيتات نتاع الاطفال، هادو كيجيو نسكم، كاين هاد اللون الكرونه نتاع البنات، كاينه هادي حتى هي نتاع البنات بثمن ديالهم 9.99 €. وكاينين هادو كيجيو سخونين لداخل، شوف واش فيهم الالوان، كاين واحد اللون تاني هذا، الثمن ديالهم 6.99 €. ودخلوا حتى هاد البيجامات نتاع النساء اللي فيهم ثلاثه بياسه، فيها شورت وهذه التيشورت لداخل، وهذه كديروها الفوق زوينه، والثوب ديالها رتيتب، كاين هاد اللون وكاين هذا وحتى هذا، غادي نوري لكم ثلاثه نتاع الالوان، الثمن ديالهم 12.99 €. واللي كيقلب على ماتش هوزه دابا راه الشتا، راهو حاليا في الدي، كاين هذا اللي كيلبسوها كامله اولا هذا كيجي فيه السروال، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون كيلبسوه الوليدات والبنيتات بحال واللون الاصفر. نشوف شي الوان ثانيه، هادو هما الالوان اللي الثمن ديالهم 5.99 €. وكاينين هاد الاحذيه تاع الاطفال،
كاين هذا نتاع البنات فيه لون ليلى، وهذا نتاع الوليدات الكري، وفي حتى اللون الازرق نتاع الوليدات، وهذا اللون نتاع البنات فيه الازرق مع الليلى. الثمن ديالهم 9.99 €. ودخلوا حتى هاد لي بوت نتاع النساء اللي هما نتاع بلاستيك، كاين هذا واللون ريبوني، الثمن ديالهم 4.99 €. ودخلوا حتى هاد القشر نتاع الاطفال اللي في الباكيه، هم 5 لداخل، كاين هذا نتاع البنات، كاين هذا نتاع الوليدات، كاينين هادو كيجيو قصارين بحال هادو كيجيو شويه طوالين، الثمن ديالهم 3.99 €. دخلوا حتى الملابس الداخليه، هادو فيهم 4 نتاع الوليدات، وكاينين هادو نتاع البنات فيهم 7 لداخل، الثمن ديالهم 7.99 €. ودخلوا حتى هاد لي باب اللي هما نتاع الاطفال الرضع، فيهم غير وحده في الباكيه، كاين هذا نتاع الوليدات، هاد اللون نتاع البنات، كاين اللون البينك، الثمن ديالهم 1.99 €. وجابوا هادو، هادي كيحطوا فيها داكشي اللي غادي يديروا على ما اظن هكا الاطفال كيقراو، كاين هاد الكتاب نتاع التلوين فيه ستيكرز، الثمن ديالهم 2.99 €. وجابوا حتى هادو نتاع ديزني، هاد الالعاب، كاين هذا، كاين هادي، اشكال رائعه، الثمن ديالهم 6.99 €. وكيما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم الدي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.